هذا الجزء الخامس من كوبرا كاي. روابط الأجزاء اللي فاتوا هتلقاهم في الديسكريبشن. خلينا هم اللي قرر جوني ولا روسو يتحدوا ضد كريس. بداو كيدربوا التلامد بجوج، الأمور مشات مزيان في الأول، ولكن من بعد لقاو راسهم مختلفين بزاف. ديك الساعة قرروا يقسموا التلامد عاوتاني وكل واحد يدرب في جيه، ولكن حتى هاد القضية ما نجحاتش. لا روسو كيعلمهم داكشي ديال التركيز، جوني عزيز عليه الغوت والعصا، ما تفهموش كاع. وفي نفس الوقت نشوفوا كريس مع صاحبو تيري اللي كان بدا معاه كوبرا كاي، اقترح عليه يعاونو في التدريب عاوتاني، ولكن تيري كانت عنده حياة جديدة ولا في الكومفورت زون. في الاول تحمس شويه ملي سمع بلي جوني ولا روسو اتحدوا، ولكن في الاخير بانت الفكره ديال يرجع للماضي غير مضيعه للوقت. داكشي علاش رفض العرض ديال كريس. نمشيو لكوبرا كاي. في الغياب ديال كريس قرر روبي يتكلف تدريب كوبرا كاي بين ما يرجع، ولكن تلامد بطبيعه الحال غيرفضوا هذا الشيء. هنا قال لهم روبي يهجموا عليه كاملين، والا قدر غير واحد منهم يضربوا غيمشي في حاله. هجم عليه كايلر هو الاول، رفعوا بالنص، الثاني جا فيه بركلات، الثالث كود الوجه، وبدا اللي جا عنده كيدير حبو السكس سربل. سلخهم كاملين. ديك الساعه قبلوا يكون المدرب حتى يجي كريس. في الجهه الاخرى اتفق لاروسو وجوني باش يفرقوا المدرسه عاوتاني، وكلها يتكلف تدريب التلامد ديالو. ولكن ملي جاو الصباح يقولوها ليهم لقاوهم معاونين وكيحاولوا يوسعوا المدرسه باش يبقاو مجموعين. ديك الساعه قرروا حتى هما يعطيو فرصه اخرى ويحاولوا يتفاهموا مع بعضياتهم. النهار الاخر توري في الخدمه وقفت عليها اماندا، وغتكون جات لهنا باش تقولها تبعد على بنتها. بدات توري كتزايد معاها في الهضره وهي تخليهم يطردوها من الخدمه. في الجهه الاخرى اتفق لاروسو وجوني باش كل واحد يعلم الاخر الاسلوب ديالو. والنهار الاخر بدا جوني كيتبع التعليمات ديال لاروسو باش يتعلم المياغيدو. في نفس الوقت غنشوفو حتى روبي كيعلم التلامد ديال كوبرا كاي اسلوب مياغيدو. مياغيدو كيعتمد على الدفاع، كوبرا كاي كتعتمد على الهجوم، والفكره ديال روبي كانت هي اللي تعلمهم بجوج، حتى واحد ما غادي يقدر عليهم. جرب توري واحد الحركه باش يوري التلامد الاخرين وهي تسخط، غفلات وضرباتو مع الارض، ويلا غتشير عليه. وقفها كريس وخذها للبيرو ديالو، سولها شو واقع حيت بانت لي ماشي هي هذيك. تما عاودت ليه البال اللي وقع لها مع اماندا. جوني يتعلم من لاروسو بزاف ديال الحوايج على مياغيدو. سالا هاد النهار، والنهار الاخر جات نوبه لاروسو باش يتعلم من جوني. خذاها لواحد المستودع مهجور وارك التماره. انا هذا كيجيني غير فين ما شد شي عطش كيقول لشي واحد اجي نعلمك الكاراتيه وكيديه يضربو. المهم بقى لاروسو كيهز جمار، كيتعلق في السناسل تراكسيون، وملي بدا كيقصح شويه وكتبان فيه الطريقه ديالو خذاها لواحد الملعب ديال الهوكي. تما جبد ليه صداع مع شي لاعبين وخلاه يفاري معاهم بوحدو. لاروسو بغى يفكها بالهضره كيف ما كيدير ديما، ولكن جوني عارف اش كيدير وجبد صداع مع وحدين كيفهموا غير بالكروشيات. هكا بقى لاروسو راسو وسط مدابزه وخاصو يضرب ولا غياكلها. جا في الاول بكروشي الي، عاود الاخر في الروتور هدار كلا. المهم كل هذا داكشي اللي كتاب ليه، وملي خلا ضربهم كاملين عاد جا جوني قال ليه برافو عليك دابا فهمتي الاسلوب ديال كوبرا كاي. في النص ديال العام انتقل تلميذ جديد للمدرسه اللي كيقرا فيها ولد لاروسو، ومع الدخله وقع عليه نفس البلا اللي كيوقع لاي واحد جديد. كلشي كيطلعها عليه، كيضرب ولد لاروسو وصحابو. الولد عيا ما يصبر، في الاخير مش عند خوه لا يكون مشدود عاود ليه هادشي. وشكون غيكون هاد خوه؟ وايلا الدراري باقي شي حد كيماركي. خوه غيطلع هو داك الصاد اللي كان كبته مع روبي فاش كان حتى هو مشدود، ولكن من بعد ولاو صحاب ودابا ناوي يصيفط خوه عنده يعاونو. بالفعل داكشي اللي غيوقع. النهار الاخر كوبرا كاي كيدرب ودخل عندهم، تلاقى روبي سلم عليه قال ليه بلي هو كاين يخو صاحبه. روبي سمع هادشي راح حب يدرب معاهم في كوبرا كاي. في الجهه الاخرى من بعد ما اقتنع كل من لاروسو وجوني بالاسلوب ديال الاخر قسموا التلامد عاوتاني. غير هاد المره لاروسو خد التلامد ديال جوني اللي كانوا كيعرفوا غير الهجوم باش يعلمهم الدفاع، وجوني خد التلامد ديال لاروسو اللي كانوا كيعرفوا غير الدفاع يعلمهم الهجوم. هكا كامل غيوليو معلمين الجوج ديال الاساليب. خدا جوني التلامد ديال لاروسو لواحد العماره وامرهم ينقزوا العماره الاخرى باش يحيدوا الخوف. هذا راه باغي يحيد لهم الحياه. التلامد ديال لاروسو رفضوا يديروا هذا الشيء. ديك الساعه بدا كيحاول يقنعهم. نمشيو لكوبرا كاي. كيني واخا مازال صغير كريس ما رحموش، دخلوا للحلبه، دخل معاه كايلر وقال له يبين لي، ولكن بطبيعه الحال كيني ما عنده ما يبين قدام كايلر. بقى الوقت كامل غير كيهرب. ديك الساعه قال له كريس بلي ما يصلحش لمدرسته وجرى عليه من تما. سالات الحصه، مشاو التلامد في حالهم، وكريس داخل البيرو ديالو ودخل صاحبو تيري اللي كان معاه في الجيش وغيبان بلي وافق يعاونو في التدريب. في العشيه وكيني في الدار سمع الدقان، حل الباب لقى روبي جاي يرجع ليه شكارتو اللي كان نساها في الصال. اعتذر ليه روبي على داكشي اللي وقع في كوبرا كاي، وهو غادي في حاله سمع شي حاجه وصلته في التليفون ولاحظ في وجهه بلي سخط. خدا من عنده التليفون يعرف شو واقع، لقى التلام ديال المدرسه كيطلعوا عليه وكيديروا ليه فيديوهات. روبي بقى فيه، قرر يعلمو شي حوايج باش يدافع على راسو، وديك الساعه بداو التدريب في الجرده ديالهم. في نفس الوقت قدر جوني يقنع سام تنقز من العماره، بالفعل قدرات ديرها، وغيبان بلي كاع التلام ديال لاروسو بداو كيتيقوا فيه. الصباح وكوبرا كاي كيدربوا دخل كيني عاوتاني، طلب كريس يعطيه فرصه اخرى. كريس في الاول كان غيجري عليه وهو يدخل روبي يقنعو يخليه يحاول. دخل معاه كايلر عاوتاني، عطاهم الشاره ديال البدايه، وكايلر سيغفلو كيني جا فيه بكروشي. هنا كريس وقف الكومبا وقبلوا يلتحق بيهم.
النهار الاخر وكيني في المدرسه ضربوا عليه التلام ديال دوميا قلب ستيشيرت كوبرا كاي، بقاو مطلعين عليه قالوا لي بلي خاصو يحيدو. كين تعصب بغى يهجم عليهم وهو يشدو الى يضربو مع الحيط، وقال لي ما يحاولش يخدم معاهم داكشي ديال كوبرا كاي حيت ديجا عارفينه. في العشيه غتكون عندهم حصه ديال كوبرا كاي، مع الدخله كيني قربي ولا خويا داكشي اللي دار ليه ايلاي وهما كيتفقوش غيديروا. دخل الاستاذ كريس، داروا التلامذ الصف عرفهم على التدريب، صيفطوا الاستاذ الجديد اللي غيعاونو يدربهم وبداو كيتدربوا. في العشيه وكوبرا كاي كيتفرجوا في واحد الفيلم، ضرب روبي على ايلاي وصحابو كيبسلوا على كيني مره اخرى وهو يقصدهم. ضربات عليه تواليت بعاتو جاميغيل والاخرين، زادوا الاعضاء ديال كوبرا كاي وكيبان باللي غد ترون. بداو كيلوحوا الهضره لبعضياتهم، كل واحد كيهدد الاخر. في الاخير قال لهم ميغيل نتلاقاو في الملعب من هنا 30 دقيقه تما نفاريوها. كوبرا كاي وافقوا، وبالفعل من بعد 30 دقيقه نشوفهم داخلين للتيران. عياو ما يتسناو ما بان حتى واحد، وهما خارجين من تما تقطع الضو، خدموا الرشاشات فزقوهم، وهنا عرفوا بلي ميغيل بيدقهم. ملي وصل هادشي لتيري وكريس هزوا الطوموبيل وقصدوا لاروسو وجوني. لاروسو ملي شاف تيري تصدم، حيت قبل سنوات كان هو المدرب ديالو، ولكن اضطر يبعد عليه حيت كان غادي يخرج ليه على حياته. سولو اش كيدير هنا، قال لي اتفقنا باللي غيوقفوا المدابزات حتى البطوله، وجيت باش نقول لك بلي التلام ديالك محترم واش هادشي. موراها امرهم هو وكريس يوقفوهم ولا ما غاديش يعجبهم الحال وتحركوا من تما. لاروسو مور ما عرف تيري كيعاون كريس تدريب كوبرا كاي، بدا كيفهم على جوني بزاف، كيقول لي بلي خاصو يخليه يدرب الدراري بوحدو حيت هو اللي عارف الاسلوب ديال تيري. جوني بطبيعه الحال ما عجبوش هادشي، بقى واحد كيقول كلمه الاخر كيرد عليه. في الاخير قرروا يديروا كومبا بجوج، واللي ربح فيهم يتكلف بالتدريب. اقتنعوا بجوج بهادشي، وفي الوقيته اللي يكون كريس وتيري كيوجدوا التلام ديالهم للبطوله، غيكون جوني ولاروسو كيتدربوا باش يتقاتلوا على شكون غيتكلف بالتدريب. كوبرا كاي واخا امرهم كريس وتيري يبعدوا على دومياكي ويركزوا على البطوله، ولكن والو ما سمعوش ليهم. والنهار الاخر ايلاي في المحل ديال الاوشا مجموع عليه، حاول يقاومهم ولكن كانوا بزاف وقدروا يتبتوا بسهوله. جات الوقيته ديال الكومبا اللي تكون بين جوني ولاروسو، طلعوا بجوج للحلبه، وفي هاد الوقيته يكونوا كاع التلامذ كيتفرجوا ومتحمسين باش يعرفوا شكون غيولي المدرب ديالهم. بدات الكومبا، شبكها لاروسو وجوني، وما داش بزاف ديال الوقت حتى سجل جوني اول نقطه ليه. هنا لاروسو سخط، هجم عليه، بدا كيشير بكروشيات الركل، قدر يسجل نقطه التعادل وزاد وحده اخرى من الفوق، جوج لواحد. بدات الروند الثالثه، شير لاروسو على جوني شلل ليه يده، ولكن جوني ما استسلمش، نقز عليه برجليه جابو للارض، جا في بركله، هكا سجل النقطه ديالو الثانيه ولاو تعادل. دابا اللي سجل نقطه غير ربح الكومبا وغيتسلم تدريب الطلاب. جوني ولاروسو حتى واحد منهم ما باغي يخسر قدام الاخر. لاروسو هجم على جوني، جوني حتى هو هجم عليه، وكيبان بلي مقادين في النيفو. بقاو ضربه فيا ضربه فيك، جوني جا في لاروسو بكروشي، لاروسو جا فيه بركله، هكا طاحوا بجوج كاو وتسالات الكومبا تعادل. وهما مناقشين وكل واحد كيقول الاخر انا اللي ربحت. دخل ايلاي مقرع، وغيكونوا كوبرا كيحيدوا ليه شعره باش ينتقموا منهم. بدا جوني كيقول بلي خاصهم ينتقموا ليه، لاروسو كيقول ليه لا. كبر النقاش بيناتهم، وفي الاخير قرروا يتفرقوا، وكلها يدرب التلامذ ديالو كيف ما بغى. المشاكل ما وقفوش هنا، في نفس الليله داروا المنظمين ديال البطوله اجتماع، قرروا فيه بلي غيفصلوا البنات على الدراري، يعني البنات يتقاتلوا بوحدهم، الدراري بوحدهم، والمدرسه اللي تربح في البطولات بجوج غتاخذ اللقب. هاد الشيء دار مشكل كبير لجوني حيت ما عنده حتى بنت في المدرسه ديالو. والنهار الاخر غنشوفو هو ميغيل كيدورو في المدرسه وكيحاولوا يلقاو شي وحده تمثل المدرسه ديالو. بقاو دور من هنا دور من لهيه، سول هادي سول هاديك، وبالفعل في الاخير قدروا يلقاو وحده وافقه تنضم للمدرسه ديالو. ولكن النهار الاخر هما مسنين هاد الشيء، تفاجئوا بها حاطه ستوري كتقول فيه بلي انضمت لكوبرا كاي، وماشي غير هي، غيكونوا انضموا بزاف ديال البنات اخرين قبل الحوايج الجداد اللي جاب تيري. ولكن واخا هاد الشيء جوني ما استسلمش، وهو في شي محاضره مع ميغيل بانت ليه واحد البنت كانت كتبان قويه عندها شخصيه وعزيز عليها المضاربه. نمشيو لدار لاروسو، واماندا كترينيس مع الدقان، حلات الباب لقات توري، سولات علاش جات هنا، طلبات منها السماع على كاع داكشي اللي فات، وقالت لها بلي بغات ترجع للمدرسه وجات تطلب منها تعاونها. المهم سام وخا كاع داكشي اللي دارت لبنتها بقات فيها ووافقات تعاونها، ولكن مور ما عرفات سام هادشي سخطات، حاولت تقنع امها بلي توري خطر عليها وما خاصهاش ترجع للمدرسه، ولكن ملي ما قدراتش هزت طوموبيلتها ومشيت عند صاحبتها عائشه. ايلاي من بعد البلان اللي وقع ليه مع كوبرا كاي في حيله تدمر، قرر يسمح في الكاراتي، ولكن هنا دخل صاحبو ديميتري بقى كيشجعو، قنعو يرجع وخداها مع الدومياكي. في نفس النهار غتكون اول حصه لديفن في المدرسه ديال جوني، عرفها على التلامذ اللي معاها، موراها قال لهم يديروا الصف وخلاها تدور عليهم تهرس لهم البيض. اللي وصلت عنده كتسمع في ديك الرهق، مشى الربح وراس المال. سالات الحصه، صيفطهم جوني في حالهم، وميغيل خارج وقفوا قال لي بلي باغي يهضر معاه، سولو شنو واقع. تما بدا جوني كيعاود على العلاقه اللي بينه وبين امه، ميغيل تقبلها عادي، ناضوا يكملوا التدريب. وفي نفس الوقت انضمت لهم سام من بعد ما قررت تعلم حتى الاسلوب ديال جوني. في الجهه الاخرى وكيني في المدرسه بدا كيبسل عليه ولد لاروسو وصحابو بحال ديما، ولكن هاد المره ما سكتش ليهم، حيرهم وعلق، هما تبعوه، دخل المكتبه دخلوا موراه، تما تفضوا وبدا كيطبق عليهم داكشي اللي تعلم في كوبرا كاي. سلخ حبهم كاملين، نقز على طوني ولد لاروسو ويلا غيصيفطها ليه للوجه. دخلت الناظره وهو يوقف، لاروسو ومراته وصلتهم الخبر جاو كيجريو، وهما كيقولوا للمدير بلي خاصو يتخذ اجراء في حق التلامذ اللي ضربوا ولدهم. جبد لهم فيديوهات من كاميرات المراقبه، شدات ولدهم وصحابه وهما كيضربوا كيني، بهذا الشيء قدر كيني ينتقم منهم. وفي نفس الوقت خرج
منها وخلاهم يتعاقبوا على داك الشيء اللي داروا ليه من قبل. في الليل غتكون الحفله ديال نهايه السنه، تجمع جوني وعائلته مع لاروس وعائلته، احتفلوا مجموعين. وملي سالا وميغيل وسام مشاو لواحد الحفله في المدرسه، وجوني وكارمين راجعين للدار، القى طليقته كتسناه تما. كارمين دخلت في حالها وهو بقى يعرف شنو بغات، سولها اش واقع، قالت لي بلي جا عندهم طير عطاها شي فلوس عرض عليها خدمه، وصيفط روبيل للحفله ديال المدرسه بواحد الطوموبيل كتغوت. وهذا الشيء اللي دار خلاها تخاف على ولدهم منه، داكشي علاش جات قالتها لي. جوني سمع هاد الهضره سخط، قصد كوبرا كاي ما لقى فيها حتى واحد، وهو خارج من تما سمع التليفون كيصوني، رجع جاوب لقاه طيري، بدا كيهضر معاه وفي نفس الوقت يكون مراقبه بالكاميرات ديال المدرسه. بدا جوني كيغوت عليه كيحاول يهدو يخليه بعد على مراته وولده، ولكن والو طيري ما تسوقش ليه. وكثر من هاد الشيء بقى كيستفزو وقال ليه يجي عنده للديبو يفاريوها. جوني حتى هو ما كانش من العاكزين، قصد ديبو دفع الباب دخل تما غيكون كيتسناه. غفلو جا فيه بركله اللوجه غيبو ويلا غيكمل عليه وقفو كريس، خلاهم جبد تما وتحركوا في حالهم. نمشيو للحفله اللي دايرين التلامد وبلا حتى مقدمات، مع تلاقات سام وميغيل مع توري وروبي كبتوها والدعوه غترون. ميغيل تقابل مع روبي سام مع توري وبقاو دقه فيا دقه فيك حتى لهاد اللحظه طاحوا في الماء. الاخرين كيحسب لهم هادشي جزء من الحفله، بدا كلشي كيتلاح وهكا سالت المضاربه. دازوا الايام، جا النهار ديال البطوله، عمروا المدرجات وبداو المدارس كيدخلوا. دومياكي بالقياده ديال لاروسو، كوبرا كاي بالقياده ديال كريس وتيري، وايجل فان تحت القياده ديال جوني، زائد بزاف ديال المدارس اخرين. المسابقه هاد المره كانوا فيها شي تعديلات، بالاضافه لفصل البنات على الولاد، زادوا واحد الفقره خاص التلامذ ديال المدارس يستعرضوا فيها المهارات ديالهم. بالفعل بداو العرض، في الاول كانت دومياكي هي الاولى تابعه ايجل فان، ولكن ما جات فين تسالي الفقره حتى طلعت كوبرا كاي للمركز الاول، دومياكي تابعاها وايجل فان هبطت حتى للمركز الشي اللي حطهم في موقف خايب وغيخصهم يربحوا بزاف ديال الماتشات الا بغاو يطلعوا. من بعد هاد الفقره غيقساو التلامذ اللي كان الاداء ديالهم ضعيف واللي بقاو غيدوزو نيشان الربع النهائي. في كوبرا كايت اهل روبي كايلر كيني وتوري، وفي دومياكي داز ايلاي ديميتري وسام. اما في ايجل فانج المدرسه ديال جوني يلا تاهل ميغيل وديفن. في الماتش الاول غيكون ميغيل ضد واحد من مدرسه اخرى، مع هاد الدخله ميغيل ما عطلوش، دار ليه تصدر عليه بركله نعسو وربح الكومبا. الماتش اللي موراه الفئه ديال البنات وغتكون فيه توري ضد ديفن. ديفن قدمات اداء زوين ولكن توري كانت خبيره عليها، داكشي علاش قدرت تقصيها بسهوله. ولكن واخا هاد الاقصاء فإلا وصل ميغيل للفينال وربحو تقدر ترجع مره اخرى تنافس على الفئه ديال البنات. في الماتش الثالث غيكون ايلاي ضد كايلر، وايلاي مخلوع وكيتفتف، جات صديقته ومطلبات منه السماح يسمحات فيه شحال هادي، بقات كتشجعو وهذا الشيء خلاه يدخل الماتش متحمس. قابل هو كايلر عطاهم الحكم البدايه، هنا ايلاي ما عطلوش، دار لي تصد سجل اول نقطه، هجم على كايلر خوجه في الكرس سجل النقطه الثانيه، وفي الاخير نقز الحب بركله نعس وربح الكومبا. جا الماتش ديال سام اللي كان عندها موحده جديده في كوبرا كاي، في الاول دخلت بالاسلوب الدفاعي اللي علمها بواها، وهذا الشيء خلى المنافسه ديالها تزرب عليها وتاخذ منها اول نقطه. هنا عرفت سام بلي الحاجه اللي تخليها تربح في هذا الماتش هو داك الشيء اللي علمها جوني، وبالفعل مع خدماته زربات على المنافسه ديالها بركله الوجه، ضربتها مع الارض وصيفطت لها كروشي للكرش، هكا ربحت الكومبا. خبهاك راح تستعملها داكشي اللي علمها جوني، ولكن المهم عنده هو ربحات. روبي حتى هو داز بسهوله للنصف حيت كان لاعب غير ضد كيني، ودابا جا النصف. الماتش الاول غيكون فيه ميغيل ضد ايلاي، سلموا على بعضياتهم حيت هما من الاول صحاب، عطاهم الحكم شارات البدايه، ديك الساعه بداو الكومبا. جا ميغيل في ايلاي بركله طيحو، وقف ايلاي مره اخرى نقز عليه ميغيل يدور عليه بركله، وهو يفورس على ظهره بدات الضربه القديمه كتضرو، وبسبب هذا الشيء طاح في الارض، وكيبان بلي محال يقدر يكمل. اشنو غيوقع لميغيل؟ كيفاش غتسالي هاد البطوله؟ وشكون غادي يربح؟ هاد الشيء كامل وقتها غنشوفو في البارت الخامسه. الى عجبتكم هادي وبغيتو نديروها قولوها ليا في التعليق، وما تنساوش لايك سبسكرايب وبارطاجيو مع صحابكم. هادي انستغرام ديالي، كان معكم يوسف، تلاقاو في فيديو الجاي. بيس.